بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. السيد ممثل عام لعمالة كناس، السادة ممثلي السلطات القضائية بمحكمة السيناء كناس والمحكمة الابتدائية، السادة رؤساء المصالح الأمنية والإدارية، السيد ممثل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، السادة ممثلي قطاع التكوين المهني، السادة ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني، ممثلي وسائل الإعلام، السيدات والسادة المتقاعدي وموظفي أسرة المندوبية العامة لإدارة الجمعية الإدماس سجن محلي تولى الإثنان، أيها الحضور الكريم، يطيب لنا أن نجدد اللقاء بكم في هذه المناسبة السنوية الغالية تقليدا للذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتأتي هذه المناسبة لتؤكد المسار المتميز الذي تنهجه المندوبية العامة في إطار سعيها الجاد والمتواصل للرقي بالمنظومة السجنية وتحديث تدبيرها بما يتيح تحسين أوضاع المؤسسات السجنية ونزلائها والعاملين بها، بالموازاة مع ما لقيته من نجاح باهر في سياق جهودها الجبار لمواجهة جائحة كوفيد-19، وهي الجهود التي انخرطت فيها المندوبية العامة بكل فعالية ومهنية لتحسين المؤسسة السجنية من هذا الوباء. ونظرا لكون هذه المناسبة تشكل موعدا سنويا للاحتفال بموظفي قطاع السجون وإعادة الإدماج، فهي تعد في الآن ذاته فرصة مواتية لإبراز مختلف الإنجازات الحاصلة والتي تحققت بفضل تضحيات الجسام لهذه الفئة من الموظفي، كما تشكل مناسبة هامة لملامسة مختلف أوراش المستقبلية والمشاريع الرامية إلى تكريس المزيد من الاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية وتعزيز حقوق نزلائها وصون كرامتهم، بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي للنزلاء وفقا للمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية. ولعل ما تحقق من منجزات ومكتسبات شملت مجالات تحسين ظروف الاعتقال من حيث الإيواء والنظافة والتغذية والرعاية الصحية والأمن والسلامة، علاوة على التطورات الحاصلة في مجال تأهيل الإدماج من خلال استفادة النزلاء من برامج التعليم والتكوين المهني والبرامج التأهيلية الحديثة التي راهنت عليها المندوبية العامة سعيا منها إلى الاستجابة لحاجيات مختلف فئات السجناء وتطوير مؤهلاتهم الفكرية والإبداعية، والتي من شأنها تغيير الصورة النمطية السائدة التي تعيق اندماجهم في المجتمع. كل هذا يعكس إلى حد بعيد تضحيات الجسام لموظفي قطاع السجون باعتبار رأس المال البشري الحلقة الأهم والأبرز داخل منظومة السجنية. ومن هذا المنطلق حرصت المندوبية العامة على إعطاء أهمية قصوى من خلال تبنيها لمقاربة حديثة تروم توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة مع تدبير شؤونها على النحو الذي تتحقق معه الفعالية في الأداء ومردودية أفضل تنعكس إيجابا على ظروف الاعتقال. وفي هذا السياق فقد عمدت المندوبية العامة إلى تعزيز مواردها البشرية كما وكيفا عن طريق دعم التكوين الأساسي وضمان ولوج أوسع للتكوين المستمر والمتخصص، فضلا على الانفتاح على الجامعات الوطنية والدولية وعقد شراكات معها تخص تكوين الموظفين. وفي نفس السياق تواصل المندوبية العامة تفعيل كافة الإمكانيات المتاحة لديها وتبني مبادرات تحفز موظفيها على تحسين مردوديتهم وتقوية اعتزازهم بالانتماء لقطاع السجون. ومن أهم هذه المبادرات إرساء الحماية القانونية للموظفين على صعيد كل جهة للترافع عنهم بالقضايا المرتبطة بأدائهم لمهامهم، إحداث خلية مركزية للدعم والمواكبة النفسية للموظفين، توفير وسائل النقل فائق للعاملين في بعض المؤسسات السجنية، تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لجمعية التكافل الاجتماعي قصد الرفع من جودة الخدمات المقدمة. والمؤكد أن حرص المندوبية العامة الدائم على الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية جعلها تسعى بكل ما أتيت من إمكانيات لإرساء نمط تدبير عصري
وإضفاء صورة جديدة للمؤسسات السجنية من خلال فتح أوراق أمنية وقائية استباقية فعالة، مع جعل أنسنة ظروف الاعتقال رهانا حقيقيا من خلال إبراز الدور الإدماجي لهذه المؤسسات وجعلها فضاءات ملائمة لتفعيل البرامج التأهيلية. حضرات السيدات والسادة، إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج وتكريس لمسارها الإصلاحي وفي إطار رؤية شمولية تحدد معالي ومستقبل أفضل لقطاع السجون، قد وضعت مخططا استراتيجيا جديدا يغطي الفترة الممتدة ما بين 2022 إلى غاية 2026، بما يتيح خلق دينامية جديدة في الإدارة وبلوغ مستوى أفضل من النجاعة والفعالية. وتقوم هذه الاستراتيجية على 5 محاور أساسية تهم أنسنة ظروف الاعتقال: تعزيز برامج التأهيل الأعلى للإدماج، تعزيز الأمن والسلامة بالسجون، وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة، ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني. ويكتسي هذا المخطط أهمية بالغة لما يتضمنه من أوراش مهيكلة جديدة من شأن تنزيلها أن يحدث تغييرات جوهرية تتيح النهوض فعليا بالمنظومة السجنية، سيما فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الاستعجالي لبناء سجون جديدة تمكن من تحديث حظيرة السجون عن طريق استبدال 11 مؤسسة سجنية قديمة لا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، وبناء 11 مؤسسة سجنية أخرى للتقليص من حدة الاقتضاد والتغطية الجزئية لخريطة القضائية للمملكة، إضافة إلى تهيئة 27 مؤسسة سجنية. كما يتعلق الأمر بتنزيل مشروع السجون المنتجة باعتباره ورشاً تأهيلياً اندماجياً ذا أهمية كبرى في تكريس انفتاح القطاع السجني على محيطه المجتمعي والسوسيو-اقتصادي وتعزيز فرص تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم، وذلك في احترام تام لكرامة السجناء وحقوقهم الاجتماعية وفقاً للمقتضيات الجاري بها العمل. كما يهدف هذا المشروع إلى إعطاء دفعة جديدة لتشغيل السجناء وفقاً للمقتضيات ذات الصلة، خاصة من خلال أنشطة منتجة بورشات المؤسسات السجنية يتم تشغيل السجناء فيها في إطار شراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح خلق موارد مالية يخصص قسط منها لتغطية تكاليف المؤسسات السجنية وتجويد خدماتها، وبالتالي تخفيف العبء على ميزانية الدولة. كما يهتم المخطط الاستراتيجي الجديد تعميم برنامج تفريد البرامج التأهيلية ليشمل جميع المؤسسات السجنية في إطار رؤية شمولية تسعى إلى تكريس أنماط تأهيلية بنيوية جديدة من شأنها تحقيق الاستجابة لحاجيات وخصوصيات مختلف الفئات من نزلاء المؤسسات السجنية. كما يسعى المخطط إلى تعزيز مسار الرقمنة والتحديث من خلال إرساء وتعميم استغلال وحدات النظام المعلوماتي المندمج بكافة المؤسسات السجنية، مع الحرص على تغطية بجل أساليب ومسارات العمل واعتماد حلول تقنية مبتكرة لتغطية الحاجيات الأمنية والمرتبطة بالحراسة والمراقبة بالمؤسسات السجنية، خاصة في ظل قلة الموارد البشرية وارتفاع عدد السجناء. فضلاً عن مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة من أجل بحث سبل إقرار مشروع مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون والإدماج يليق بقيمة وحجم موظفي قطاع السجون، ويراعي طبيعة المهام الموكولة إليهم ودرجة المخاطر المحدقة بهم. وفي هذا الإطار فإن المندوبية العامة عازمة على مواصلة مسارها الإصلاحي، وذلك في إطار رؤية تشاركية تحدد معالم مستقبل أفضل لقطاع السجون وإعادة إدماج تندمج فيه إسهامات جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين بالشأن السجني، وبالأخص تأهيل السجناء لإعادة الإدماج. تهدف هذه الرؤية إلى الحد من الارتفاع المستمر في عدد السجناء من خلال بذل المزيد من الجهود على مستوى مكافحة الجريمة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسريع وتيرة البث في الملفات وإعمال العقوبات البديلة. ولا شك أن المتتبع للشأن السجني سيدرك مدى التغيير والدينامية الحاصلة في مختلف مجالات تدخل المندوبية العامة،
وقد كان لابد من مواكبة هذه التغييرات الملموسة باستراتيجية تواصلية فعالة. بغية إيصال الجهود التي تقوم بها مختلف مكونات المندوبية العامة إلى الرأي العام، وهو ما حرصت على تفعيله عبر سياسة انفتاح غير مسبوقة تجاه وسائل الإعلام الوطنية والدولية. واعتبارا لما يكتسيه البعد المجالي في تدبير الشأن السجني من أهمية بالغة في تنزيل هذه الرؤية، باعتبار السجن مرفقا عموميا على غرار مرافق عمومية أخرى تندمج في مجال ترابي محدد، مما يقتضي إدماجه في مخططات التنمية سواء على الصعيد الجهوي أو المحلي. وتكريسا لمقاربة النوع في تدبير الشأن السجني، فقد راهنت المندوبية العامة على إرساء تدبير عصري للموارد البشرية يراعي تعزيز تمثيلية المرأة في مناصب المسؤولية وتكريس ممارسة عادلة لفائدة الموظفات، سيما فيما يخص نظام التعويضات والترقية والاستفادة من التكوين وتعزيز ولوج النازلات إلى البرامج التعيينية، وتأسيس لما يقتسيه البعد البيئي من أهمية حيوية، راهنت المندوبية العامة على إلائه عناية خاصة من خلال توسيع اعتماد معايير الجودة البيئية وترشيد تدبير الطاقة، مع العمل على إحداث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بالمؤسسات السجنية. وفي إطار تعزيز البرامج التأهيلية الموجهة لفائدة السجناء وإشراك موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج في القضايا الوطنية، خاصة منها تلك التي ترتكزها القيم ضمن تابعتها الشامل للدفاع عن قضيتها الأولى والعادلة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج باقتدار كبير ونجاح باهر القافلة الوطنية للصحراء المغربية تحت شعار القضية الوطنية انتماء واعتزاز. انطلقت فعاليتها من مدينة وجدة مرورا بعدة محطات حتى الوصول إلى مدينة الداخلة كمحطة ختامية. وقد كان للمؤسسة السجنية للإتنان شرف استضافة محطتها السادسة، وذلك تكريسا لمقاربة تعزيز روح المواطنة لدى السجناء من خلال برامج وأنشطة تأهيلية متعددة على غرار برنامج الجامعة في السجون. حضرات السيدات والسادة، إنما تحقق من منجزات ومكاسب ما كان ليحدث لولا التضحيات الجسام لرجال ونساء هذا القطاع باعتبارهم أساس كل إصلاح ومرتكز كل تقويم. وإذ نؤكد على أن المندوبية العامة ستواصل الانفتاح والتواصل والتعاون مع كل الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، وذلك وعي منها بضرورة رفع التحديات الأمنية والاجتماعية والحقوقية، وتلتزم وتتجند بمعية أطرها وموظفيها لخدمة الوطن. نتوجه بأصدق عبارات الشكر والامتنان إلى سادة المسؤولين وباقي الحضور الكريم الذين أبوا إلا أن يشاركونا الاحتفال بهذه الذكرى التأسيسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.